لك ولمشاهديك الكرام، يعني في البصرة هنالك تراجع واضح في نتيجة الطاقة الكهربائية خاصة في مناطق الأقضية والنواحي، أما يعني مركز مدينة البصرة يعني يعتبر الوضع جيد نسبيا على اعتبار أن هنالك تركيز قد يصل إلى 20 ساعة وإلى 22 ساعة في اليوم، عكس بعض المناطق حتى في مركز المدينة أيضا هنالك مناطق تعاني من انقطاعات مستمرة، وسبب دائما يعود بحسب دوام الكهرباء إلى وجود خلل فني طارئ، وهذا الخلل الحقيقة بات يتكرر في كل مرة، لكن بالمقابل أيضا هنالك أعمال صيانة مستمرة وهنالك فرق تعمل بشكل مستمر تابعة طبعا لدوائر الكهرباء من أجل صيانة الأعطال والأعطال التي تصيب المنظومة الكهربائية التي يبدو أنها حقيقة متسرية بسبب يعني ما تكرار هذه الأعطال. وأيضا هنالك يعني تصريحات رسمية تقول بأن التشييد أو التوليد في الطاقة الكهربائية هو جيد نسبيا، وهنالك يعني قدرة على تزويد المحافظة بتقريبا من 22 إلى 20 ساعة يوميا، لكن هذه الأعطال المتكررة هي التي تؤدي إلى زيادة الانقطاعات، وبالتالي قد يكون فعلا هنالك يعني احتجاج أو تظاهر لعدد من المواطنين خاصة المناطق التي تتكرر فيها الانقطاعات، وتكون هنالك حقيقة مأساة بسبب وجود هذا يعني هذا الجو اللاهب ودرجة حرارة تفوق 50 درجة مئوية، ولا يستطيع أحد العيش بدون تيار كهربائي وتشغيل أجهزة التبريد، لذلك قد تكون هنالك فعلا ردة فعل شعبية لهذا الموقف. طيب هل من خطوات للحكومة المحلية لمعالجة هذا الخلل وهذه المشاكل التي ذكرتها؟ نعم طبعا يعني بالبداية كان هنالك اجتماع طارئ في بداية الأزمة، يعني قبل أكثر من 10 أيام كان هنالك اجتماع طارئ لأعضاء مجلس محافظة البصرة وأيضا بعض المسؤولين في دوائر الكهرباء يعني دراسة ما يمكن أن تنفذه الحكومة المحلية أو تساعد به في الأيام القادمة حتى تكون هنالك كهرباء مستقرة، وأعتقد أنهم قد وصلوا إلى حلول معينة في هذا الموضوع، وأيضا كان هنالك إسناد للحكومة المحلية في إدراج بعض المشاريع المهمة التي تخص طبعا الوزارة كوزارة اتحادية، لكن تبنتها الحكومة المحلية في صرف أموال من أجل يعني تحقيق هذه المشاريع، وخاصة في مشاريع التوليد وأيضا في مشاريع أخرى تخص النقل و التوزيع، وكل هذا حقيقة كان مؤثرا إيجابيا في الفترة السابقة البصرة، لكن الوضع تراجع بعض الشيء بعد يعني حدوث طارئ، نتمنى أن يكون هذا فعلا هو حدث طارئ ولا تكون هنالك يعني استمرار في انقطاع التيار الكهربائي الذي يؤثر بشكل كبير على أبنائنا.